احتفلت امبارح وخلصنا وقفلنا على خير. النهارده الكابتن محمود الخطيب كان موجود في معسكر الفريق في برج العرب علشان يبارك للفريق، وهو ده يعني مكافأة كبيرة جدا ان رئيس النادي يكون موجود قبل المباراة في ملعب مختار التتش في الجزيرة علشان يحمس اللعيبة وعلشان يعني يتكلم معاهم على لقب مهم جدا في بداية الدوري المصري الممتاز، ودفعة يعني قوية وكويسة قوي قبل مباراة سموحة. كابتن حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة وبعض التدعيمات اللي موجودة، وبالتالي سموحة أيضا بيستعد بشكل جيد جدا. النادي الأهلي لعب لقاءين في أقل من أسبوع، لعب لقاء كانو سبورت بطل غينيا وأيضا لعب لقاء السوبر، هيلعب يوم الاثنين مباراة الدوري ويوم السبت مباراة العودة لفريق كانو سبورت الغيني. طبعا مباراة النادي الأهلي أكيد حسم التأهل، لكن النادي الأهلي من سماته القيادية ومن سماته البطولية أنه يفوز بكل اللقاءات سواء على ملعبك أو برا ملعبك. أيا كان كسبت برا ملعبك 2-0 وهي نتيجة مطمئنة إلى بعض الشيء، لكن يتبقى النادي الأهلي هو أحد يعني مميزاته أن هو أبدا ما بيفرقش بين مباراة ودية وبين مباراة رسمية، كل لقاءاته رسمية، كل لقاءاته بتكون على أتم استعداد للمكسب إن شاء الله. علشان كده بقول لحضراتكم مباراة السوبر بالنسبة لنا مباراة لقب، لكن لا جديد يذكر. النادي الأهلي دايما البطل، دايما هو اللي بيتفوق في كل شيء، إحصائيات، أرقام، نتائج، كل شيء. لكن الدرس اللي أنا نفس لعيبة النادي الأهلي يتعلموه هو دايما عدم التفريط في الفوز بنتيجة كبيرة. مش معنى انك جبت 3 أهداف ان انت خلاص تقول كفاية، لا، كمل 3 و4 و5 و6 على قد ما انت عايز. جيب أهداف، سكور هيبقى مكتوب باسمك، محفور في التاريخ، كل الناس هتكون فاكرة. مباراة ممكن الناس كلها تتغنى بيها، ممكن تكون حدث مهم جدا في يوم من الأيام، زي لقاءات النادي الأهلي بيتفوق عليها بسكورز كبيرة جدا، زي اللقاء الأفريقي اللي الكابتن محمد يوسف فاز بنتيجته 9 مثلا، فده أعلى سكور النادي الأهلي أو أعلى فريق أفريقي يحققه في تاريخ بطولات دوري أبطال أفريقيا مثلا يعني. فأنا عشان كده بقول لحضراتكم إن لقاءات الأهلي والزمالك دي بيكون ليها حسابات خاصة جدا جدا. علشان كده بقول لحضراتكم إن شاء الله نتعلم بعد كده الدرس كويس جدا، وان احنا ما نفرطش فوز كبير ولا فوز عريض. زي ما احنا قلنا طبعا حاله التكاتف اللي كانت باينه جدا جدا على لاعبي النادي الاهلي حتى بعد المباراه بين الجهاز الفني، ان الكابتن خطيب راح للاعبي النادي الاهلي وقال لهم مبروك السوبر وهدفنا هو دوري الابطال. خلاص كل شيء بقى معلن وكل شيء بقى عارف مكانه. النادي الاهلي بيدور على لقب دوري الابطال، احنا بنتكلم على الامر اللي مش طبيعي. الطبيعي بطوله الدوري دي موجود مكانها في الجزيره عادي جدا، بنخش دوري كل موسم ان شاء الله بنقاتل بنحارب من اجلها علشان ناخد لقب الدوري. لكن الامر اللي احنا عايزين يرجع تاني وينور مكانته في الجزيره هو لقب دوري ابطال افريقيا اللي محرومين منه من سنه 2013 واتحرمنا منه بفعل فاعل في سنتين امام الوداد وامام الترجي، وده كان وصيه الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه سموحه من تدريبات اليوم. كابتن خطيب طبعا اكد كل كلامنا بتوجهه لزياره معسكر الفريق في برج العرب لتهنئه الجهاز الفني. هنجيب لحضراتكم واحنا بنتكلم دلوقتي لبعض اللقطات الخاصه من تدريبات النادي الاهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب في التدريبات وكلامه لما جمع اللعيبه واتكلم معاهم وجمعها شرف ما بعده شرف. واكيد طبعا نفسيا ومعنويا لعيب النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا ان رئيس النادي الاهلي، ومش بس رئيس النادي الاهلي، ده نجم من نجوم الكوره، واحد من اعظم اللعيبه اللي لمسوا كره القدم على مر التاريخ، واحد من اللعيبه اللي اتحطوا في التاريخ حصلوا على لقب افضل لاعب في القاره كلها، زي ما كان اول مصري حقق لقب محمد صلاح بيكمل اللقب عشان يكون تاني مصري يحقق اللقب كأفضل لاعب في القارة. لقب غالي جدا، لقب كبير جدا، مصريين اترشير لكن لا كانش فيه حظ، ما كانش فيه توفيق. عشان كده بقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب اشاد خلال الجلسة اللي جمعته مع الجهاز الفني واللعيبة قبل انطلاق المران المسائي. زي ما حضراتكم شايفين نبدأ معاكم الرحلة وصول الكابتن محمود الخطيب، وسلامه على حمدي فتحي وسلامه على ياسر إبراهيم. وأيضا الكابتن طبعا أشاد بالجهود الكبيرة اللي بذلها لاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي في مباراة مهمة. طبعا أسعدت كل يعني أسعدت كل عشاق النادي الأهلي سواء جماهير أو سواء مجلس إدارة. كمان الكابتن قال ان من خلال الجلسه وفي تحقيق
جدا. في انطلاقه الدوري عندنا بعد 3 ايام او بعد 2 يومين مباراه، عدى منهم يوم السبت خلاص، عندنا يوم الاحد، عندنا يوم الاثنين ان شاء الله مباراه مهمه جدا في بدايه الدوري المصري الممتاز، هيغيب عندنا 2 لعيبه مهمين جدا، ياسر ابراهيم ومحمود متولي، لكن ان شاء الله يكون موجود يعني اسدين وحوش موجودين في الملعب، سواء رامي ربيعه او ايمن اشرف او ايا كان مين اللي هيكون اللاعب الثالث اللي ممكن يتم ترشيحه للعبه في مركز قلب الدفاع. دي بعض اللقطات من مقر اقامه النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي بلقب السوبر. زي ما حضراتكم شايفين رضا مشجع الاهلاوي الكبير والعظيم دايما اللي بيكون موجود في كل الماتشات اللي النادي الاهلي بيلعبها، ايا كان في اسكندريه، في مطروح، في استاد القاهره، في اي حته، رضا بصراحه بيكون موجود مع الفريق في كل مكان. وزي ما حضراتكم شايفين كمان لعيبه الاهلي ما ينفعش ان هي ما تتصورش مع رضا كبير الاهلاويه اللي دايما بيكون موجود منور في ملاعب الدوري الممتاز كله. زي ما قلت لحضراتكم طبعا الكابتن خطيب قال ان هو هيواصل دعمه القوي في جميع الاتجاهات للجهاز الفني واللاعبون من اجل تحقيق حلم جماهير النادي الاهلي بالفوز بلقب بطوله دوري ابطال افريقيا، وشدد ايضا على ان جماهير النادي الاهلي عندها حلم وهو الفوز بهذا اللقب علشان تكون البطوله رقم 9 في تاريخ النادي الاهلي الافريقيه اللي بتاهلنا لكاس العالم للانديه. واكيد طبعا النادي الاهلي بيستعد للمباراه، واكيد الكابتن خطيب اتكلم عليها وقال ان احنا خلصنا بطوله، هنركز في بطوله اخرى هي بدايه بطوله الدوري المصري الممتاز. والانطلاقه يا جماعه دايما بتكون مهمه جدا، الانطلاقه بتدي مسج او رساله لكل منافسيك في بطوله الدوري الممتاز ان انت جاي تاخد اللقب من بدري وتحسمه بدري. كل ما تحسم اللقب بدري كل ما تستريح اكتر وكل ما تركز في البطولات اللي متبقيه بشكل اكبر. علشان كده دايما ده كانت زياره الكابتن محمود الخطيب الخاصه للاعبي النادي الاهلي ولل الجهاز الفني والاداري، رفعت من روحي المعنويه خلاص قفلنا صفحه السوبر، نركز في صفحه الدوري الممتاز بلقاء سموحه القوي. طيب خلاص يعني هتكلم اكتر عن المباراه، هتكلم فنيا.